إذا ما فاتتك الأنت فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت. تغييرة سيئة لا تصل إلى اللاعب جابريل جيسوس يحاول أن يلعب كرة بينية وحالة انفراد كرة بعيدة جدا وخارج المرمى بافر لم يكن موفقا هنا ربما عليه تجربة حلول أخرى للوصول للمرمى في المرات المقبلة كيليان امبابي جابريل جيسوس حطها في الشباك هدوء وكثير من العزم يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة يحاول أن يسدد الكرة من هنا والكرة صراحة هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت يا مبابي تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة يحاول أن يسدد الكرة من هنا والكرة في السباك وتعزيز التقدم في آخر دقائق موريتانو ينجح في لعب كرة بيضاء هون بيسون يا إلهي ما هذه القوة ما هذه التسديدة كلمة الأخيرة هنا كانت أسينسيو روعة 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 الكرة في المرمى تطلب مجهود أكبر ذكاء أكبر أيضا يستعيد الكرة سريعا لدي حلول كثيرة ميسي هدف برشلونة كانت في غاية الروعة يملك مهارة عالية فرصة على فريقه كانت فرصة سريعة